مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير البلاد. موضوع هذه الحلقة غادي نقول لكم إقليم بن سليمان باش نتعرفوا على قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب. هنا غادي نلقيو نظرة على شروط الكسيبة ديال البقرة الحلوب ومراحل المراقبة ديال جودة الحليب كذلك من خلال إطلالتنا على تعاونية مبروكة. كسيبة تربية الأبقار الحلوب عندها الكثير من الشروط باش نحقق إنتاج وافر الحليب. يمكن هنا نطرقوا للظروف اللي خاص يكون على الإسطبل. فالتهوية هي قاعدة أساسية، التغذية المتوازنة اللي كيحضر فيها الكم والكيف. إلا بغينا المردود والجودة يكون أفضل خاص الكساب حسب العارفين خاصو يتجاوز 20 راس. هنا كنتكلموا على الكساب الصغير. البقر الحلوب باش يكون عندنا هذا الانتاج وافر خاصنا تكون عندنا تغذيه جيده ومتوازنه، ويكون عندنا بقرات خاليه من عده امراض، سيرتو الامراض المتعلقه بالارجل، وتكون الضيعه خاليه من داء السل ومن داء الاجهاد المعدي. يعني هذه الامراض كتؤدي الى نقصان كميه الحليب. يعني البقره خاصها واحد نقول هنا لو كونفور، يعني واحد الراحه اللي توفر لها باش يمكن لها تعطي لو ماكسيموم ديال البوتونسييل جينيتيك ديالها. السلالة الطاغية هي الهولشتاين. المونبليار بدات خلال السنوات الأخيرة تسجل حضورها بقوة. هذا الشيء راجع لتطويرها جينيا، مردود مزيان، لحم وحليب، وموالمة ومقاومة للظروف الصعيبة. الهولشتاين والمونبليار كيمثل 38% من عدد رؤوس الأبقار في الإقليم، واللي كيوصل 60,000 راس. ولا الفاج اشنو شنو علاش كيبازي؟ مثلا هنا في الدومين ديالنا كنبازيو على لونسيلاج ديال الذره، يعني لونسيلاج ديال الذره والفصه، الفوان ديال الفصه، هذه لا راسيون دو باز، هذه كنبنيو عليها مسائل اخرى باش كناخذوا حنا داك العلف المركب على حسب هذه لا راسيون دو باز اللي عندنا حنايا. وكل واحد عاوتاني علاش كيبازي، كاين اللي ما عندوش لونسيلاج، كاين اللي ما عندوش لي فوان دو زيرن، كاين كل واحد علاش كيبازي. حنا كنبازيو على لونسيلاج ديال الذره والفوان دو زيرن. كاين مراحل اللي كيختلفوا فيها العلف. المرحله ديال الغرازه ماشي هي المرحله ديال الحليب، المرحله ديال الغرازه هي اللي كتسمى ديك شهرين، من 7 شهور حتى 9 شهور ديال الحماله. ديك شهرين ما كنعطوش فيها داك العلف كامل اللي كيتعطى، كينقص تقريبا من 5 كيلو 7 كيلو حتى ل 2 كيلو، غير باش كنعطيوها غير لي بوزوان ديالها باش ملي كتولد كتكون بصحه جيده. مراقبة جودة الحليب كتاخذ مسار مضبوط كيشرف عليه تقنيا. المراقبة كتبدا عند الكساب، الحضور داخل الضيعة مرة في الشهر، أخذ عينة في الصباح والعشية. من بعد كيتقدم المختبر داخل التعاونية وكيتراقب كنعرفوا شحال فيه ديال البروتينات الدهنيات. تعاونية مبروكة واحدة من التعاونيات الرائدة في الإقليم، واللي العدد ديالها 35 تعاونية. واحدة كتوفر 70% من الإنتاج ديال الحليب، كيتجاوز 60 طن يوميا. كتعدد مجالات تدخل التعاونية، من التلقيح الاصطناعي، ترقيم الأبقار، التزويد بالأعلاف وبذور الزرع والأسمدة. وعملية مراقبة الحليب كتجي على صلب الأولويات. 1500 كساب كتستافد من خدمات مبروكة. أكثر اليوم هو الوضعية ديال مراقبة الحليب، سواء في المراكز سواء عند كسابة. أردوان في هذه الوضعية فين وصلتي؟
رانا درت اون تورني على هذوك الضيعات كاملين، راه داك الشيء غادي مزيان الحمد لله. والتسجيل كل شيء تسجل في بلاصتو في الاماكن ديالو، ما فيه النقاش مسجل الولادات ديالهم كل شيء مسجلين. ملي كنقول لكم 1500 ديال الكسابه اللي عايشين، هذا راه ما يناهز 10000 الناس اللي كيعيشوا بالطبع من المردوديه ديالهم عبر التعاونيه، لانه تسويق الحليب اللي هو مهم ومهم بزاف، كيعطي واحد لا تريزوري، واحد لا ليكيديتي الفلوس ديالهم، لان كل اسبوع الكساب عنده باش كيمشي للسوق، ما كيبقاش يتسنى. وهذا انا كنظن هذا واحد العمل جبار، لانه هو كيثبت الناس في الباديه وكينقص من الهجره القرويه، وكيستثمر الناس كيستثمروا في هذا الميدان، لانه عندهم فين يسوقوا الحليب ديالهم، عندهم الخدمات متوفره. التغذيه هي صناعه، قيم ونسب لازم تحترم، وشرط من شروط تحسين المردود وتجويده. هكذا يمكن نتكلموا على ضيعات نموذجيه اللي كيوصل عدد ديالها في الاقليم 56 وحده، والرقم مرشح لارتفاع. بلاش انا ظروف ديال المراقبه ديال الحليب عرفت التطور بين البارح واليوم، باعتبارك تقنيه واشتغلتي مع هذه التعاونيه مع الكسابه بشكل عام، شنو ممكن تقول على الظروف ديال التطور ديال المراقبه ديال الحليب؟ اللي بغيت نشير ليه هو اولا كاين بزاف الناس اللي ما عارفين شنو هي اصلا مراقبه الحليب. هذه مراقبه الحليب هي واحد العمل، هي واحد مجموعه من العمليات الحسابيه اللي كتعطينا واحد المعطيات اللي هي رسميه، كتكون رسميه وكتكون كذلك دقيقه. علاش اش كتنفعنا هاد المعطيات الحسابيه الاولى؟ علاش كنحتاجوها؟ كنحتاجوها يعني باش كنطلعوا على داك الكنز الوراثي، وكذلك على القدرات ديال ديك البقره تعطينا الحليب. هاد الحليب ماشي غير الحليب كنكتفيو بالليتراج اولا بالكميه وفقط كنمشيو، لا كنوقفوا عند الجوده، يعني كنشوفوا الكميه الليتراج وكنشوفوا الجوده ديال داك الحليب من البروتينات والدهنيات، المكونات ديالو من بروتينات ودهنيات، باش كنحكموا على داك الحليب الجوده ديالو. بعض الكسابه كيقول لي انا صيفطت الحليب للديبو وقالوا لي راه عندك راه فيه الماء، اشرحي لنا هذه المساله. فيه الماء كثير، كيكون مشكل يا اما كاين اللي كيغشوا يعني، وكاين اللي كذلك كيكون من التغذيه كتكون ناقصه من بعض المكونات، يعني من الجزء ديال البروتينات، التغذيه البروتينيه ممكن حتى التغذيه كتدخل كعامل، وداكشي علاش كيكونوا هاد يعني هاد العينات وهاد لي باغامتر كيكونوا شي شويه ناقصين اولا ضعاف. من بعد فاش يعني فاش كنخدموا على التغذيه ما كنلقاوش هاد المشاكل. ولا بغينا نتكلموا على الوفره ديال الحليب او الانتاج ديال كل بقره مثلا، نقدروا نتكلموا على المعدل العام بقره مثلا شحال، نقولوا الانتاج ديالها مزيان شحال ممكن تعطي؟ هي البقره يعني وقت الانتاجيه ديالها وقتاش تكون مزيانه، حنا كلما نتجت مزيان كلما خير لينا. علاش؟ كيكون مكسب ويعني وكيدخل منها الفلاح واحد الدخل يومي. نقدروا نقولوا شحال تقدر تعطي البقره. الهولشتاين تقدر توصل حتى ل 5000، وكاين اللي واصلين حتى ل 8000 لتر في الحلبه، يعني في واحد المعدل يومي تقدر تمشي حتى ل 40 لتر. ما نقدرش نقول لك يوميا غادي تحلب 40 لتر، حيت راك عارف بان فاش كتبدا يعني فاش كتبدا البقره كتديك 305 يوم راه كتكون بعض المرات توصل 40 لتر، وهي غدا وكدير مع القروب ديال التجفيف وديال مرحله الغرز يعني راه كتنقص حتى توصل حتى ل 15 او لا 12، ديك الساعه كنخرجوها لفتره الغرز او التجفيف. البقر الحلو بلاش ما بقاش يعني مرهونه هكذا بشكل عشوائي، يعني كاين واحد الدراسه تغذيه ولا صناعه نقولوا لها. الاقليم ديال بن سليمان الحمد لله اصبح واعي جدا، ولا كيدق يعني الباب ديال المهندسين المتكلفين في المديريه الاقليميه للفلاحه، ولا كيطرق كذلك الباب ديال الناس المختصين اللي كاينين في الاستشارات الفلاحيه، وكيطلب منهم العلائق، وكيطلب زعما كاين اننا نعاونوهم واننا نعطيهم شنو يعطيو بالضبط لديك البقره الحلو. بلا شك من خلال الزياره ديالنا كاين مجموعه من الضيعات اللي نقدروا نسميهم نموذجيه، باش توصل هذه الضيعه مثلا نموذجيه شنو هي الشروط ولا المعايير ولا المقاييس اللي
خاص يخدم عليها الكساب باش نقولوا هاد الضيعه عنده راه نموذجيه. بالنسبه للضيعات النموذجيه اللي كاينين عندنا هنا في الاقليم ديال بن سليمان، هما بغيت نذكر بانها في عدد ديال 57 ضيعه نموذجيه بحكم اننا سنينا معهم واحد الاتفاقيه. علاش كتنص هذه الاتفاقيه؟ هذه الاتفاقيه باش ان داك السيد يحصل على هذا نسنيو معاه هذا الكونطرا ويحصل على هذا الشرف باش انك الضيعه ديالو تكون ضيعه نموذجيه بحال هذه، خص يكونوا متوفرين فيه مجموعه ديال الشروط. كاين الشرط الاول هو ان خص يكون الترقيم الرسمي اللي يعني اللي كديروا المصالح البيطريه، وثانيا خص يكون يعني التلقيح الصناعي هو اللي معتمد بالنسبه لعمليه التناسل ولا التوالد، وكذلك خصو يجيب لنا واحد الشهاده. هذيك الشهاده من عند المصالح البيطريه كتقول بان الضيعه ديالو خاليه من الامراض المعديه. هاد الامراض المعديه كنذكروا منها بالخصوص المرض ديال الاجهاض المعدي ومرض السل اللي هو معروف عند السبب تيبركيلوز او البروسيلوز. كذلك ان خص يكون الكوري ديالو كيس يعني متوفره فيه واحد المجموعه ديال الشروط، ما يكونوا معايير صحيه وتكون كذلك النظافه، يعني كنحثوا على النظافه في البقره الحلوب، وهنا كنشير وكنسطر يعني بالخط الاحمر النظافه جد جد مهمه بالنسبه لتربيه ديال البقرات الانتاج الحلوب. علاش؟ حيت من موراها كيجيو امراض كثيره اللي قدروا يهبطوا لينا، يعني تكون البقره تقدر تحلب 40 لتر ويهبطها لنا حتى 20 لتر و 20 لتر. التلقيح الاصطناعي مثلا نقدر نتكلم على الشروط ديالو، الاستجابه ديال الكسابه، خاصه ان المربين تربيه الابقار يعني كيقلبوا دائما على العجله ياك. علاش التلقيح الاصطناعي هو مهم؟ مهم حيت كتجيب يعني داك الكنز الوراثي من الاب ومن الام، كتجيبهم كتجمعهم في داك المولود اللي يقدر يكون عجله او لا عجل او لا عجله. وهنا كنبغي نشير بان يعني ما بين الاهميه ديال مراقبه الحليب هو ان ديك العجله يعني كيتمكنوا اننا نديروا لها واحد ورقه النسب، ومادام كنكونوا عارفين الاب ديالها شنو يعني شنو القدرات ديالو وكذلك الام ديالها، كتحصل على ديك ورقه النسب اللي كتعطيها واحد القيمه مضافه اثناء البيع، يعني كترجع بالفلوس كتزاد لها حتى لواحد 10000 درهم. علاش؟ لحقاش كنعرفوا البقره ديالنا المستقبليه شحال تقدر تعطينا في الانتاجيه. دونك هنايا كنلعبوا، الا كان عندنا البقرات ديالنا مثلا في الطول او لا في يعني في المورفولوجيا ديالهم بغينا نغيروا شي حاجه، ولا كان عندهم واحد المشكل يعني في عامل من العوامل، كنحاولوا نختاروا داك لا سومونس او لا ديك البذره اللي كنلقحوا فيها، يعني الزريعه اللي كنلقحوا بها داخل الضيعه ديالنا كتستجب للمعايير ديالنا وكذلك الرؤيه ديالنا المستقبليه فين باغيين نمشي بهاد التربيه ديال الانتاج الحليب ديالنا. شنو الشروط اللي ساعدت على ان ولعت هذا الفينيا هذه مزيانه، وفي نفس الوقت البقره اللي كنجيبوا مثلا برا واش عندها ظروف خاصها ظروف ديال التكيف عاده بدات تعطينا، ولا كيفاش كتتم العمليه؟ في الاقليم ديال بن سليمان 2007 ديجا كانوا عندنا 10 ديال الوحدات نموذجيه، دونك من 2007 لحد دابا 13 عام تبارك الله، يعني راه ولاو عندنا عجلات اللي هما كينافسوا ويقدر نقول انه كيغلبوا العجلات المستورده اللي جايه من برا، لا من ناحيه الكميه ولا من ناحيه الجوده ديال الحليب ديالهم. اذا جيل جديد ديال هذا البقر اللي هو اصلي اللي تخدم هنا من خلال العجلات ولا انتاج كبير، بلا شك ان يعني ظروف نجاح الكساب يعني مرتبطه بالعمل ديالو اكيد. يعني ضروري خص الانسان يخدم، وسورتو في هذا المجال ديال تربيه المواشي يعني خص يكون المسؤول واعي، المسؤول على الضيعه واعي، والخدام كذلك يكون واعي. وهنا كيجي الدور ديالنا في الدورات التكوينيه اننا اللي كنديروهم للخدامه ديال الضيعات النموذجيه، وخص بنادم يخدم بعرق كتافه كما كنقولوا باش انه يقدر يحصل على النتيجه، والنتيجه الحمد لله مشرفه، وعطى الله يعني عطى الله الاعانات وعطى الله الدعم. مثلا الاعانه ديال هاد النتيجه ديال هاد مراقبه الحليب، راه كاينه واحد العجله اللي كتحصل على واحد الدعم ديال الزروره 4000 درهم في الراس، وان شاء الله كنشوف بان الرؤيه المستقبليه مزدهره وما غادي يكون غير خير ان شاء الله في هذا القطاع. لا حنان تبارك الله عليك، شكرا جزيلا، تبارك الله عليك. وصلنا
وصلنا لنقطة نهاية مواد حلقتنا. خير بلاد مازال معكم، تلقوا في منطقة أخرى موضوع آخر. في أمان الله.